أكدت مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية اعتماد تجربة المدارس اليابانية بقرى حياة كريمة بالمحافظة. وأضافت المؤسسة أنه تم تدريب عدد 2984 معلما على مستوى الجمهورية على أنشطة التوكاتسو ومنهج نظام التعليم الجديد، وذلك لتحسين الأداء التربوي داخل المدارس. وأضافت حياة كريمة أنه سيتم تفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج الياباني على 100 مدرسة حكومية بمدارس مبادرة حياة كريمة بالاتفاق مع هيئة التعاون الدولي الياباني جايكا. بالنسبة للتجربة اليابانية دي، تجربة بتهدف لبناء شخصية متكاملة لدى الطلاب من خلال أسلوب حياة كامل داخل المدرسة يساهم في إكساب الطلاب عادات إيجابية وسلوكيات وقيم أخلاقية تشمل النظافة، الالتزام. التجربة اليابانية في كرة الريف المصري تجربة غير مسبوقة وغير متوقعة بالنسبة للمواطن في الريف المصري، لأن ده بيعتبر محور اهتمام بجميع ساكني الريف المصري وخاصة الفئة العمرية الصغيرة اللي هو الأطفال الصغيرين، لأن التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. فإحنا بنربي جيل، بنعلم جيل بشكل صحيح. بمساعدة مؤسسة حياة كريمة بنحاول ننقل التجربة اليابانية للتطوير أكتر من التعليم في المناطق اللي بيبقى فيها مثلا صعوبات، بدون استخدام أي مثلا أدوات مادية أو ارتفاع في أسعار المدارس أو حاجة. بمساعدة حياة كريمة